الحقيقه احنا من خلال النهارده متفائلين جدا بزياره السيده الوزيره، على اساس انه عندنا طموح وعندنا امال ان يكون زيارتها ان شاء الله فيها دعم كبير للمراه السنويه، وخاصه المراه في مركز ومدينه بئر العبد، وعلى اساس ايضا ان مركز ومدينه بئر العبد الان تستوعب عدد كبير جدا من محافظه شمال سيناء، اهالينا في رفح والشيخ زويد وبئر العبد السكان الاصليين. احنا طبعا ما فيش عندنا فرق بين احنا، كلنا يعني كلنا واحد، كلنا سنويين، كلنا مصريين، كلنا بنحب بعض، كلنا بنسعى للخير، بنسعى لان احنا نكون ايد واحده، بنسعى ان احنا في الاول والاخير اذا انت ارتقيتي بيكي وباسرتك وبابنائك فكده انت بترتقي بمصر وبتعملي على ارتفاع شانها، وان شاء الله يا رب الجيب احسن. وعندنا طموح كبير جدا، وعندنا امال، وعندنا تطلعات، وعندنا رؤيه ان احنا المرحله الجايه ان شاء الله تكون احسن واحسن. من خلال مشروع فرصه اللي بنشتغل فيه مع الصندوق بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنميه، قدرنا الحمد لله ان نحصل على تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنميه، وده بيأهل 285 فرصه عمل في عده مجالات، ومن ضمنها طبعا الحاجات التراثيه والحرفيه، ده بالاضافه طبعا لمجموعه انشطه بتخدم الشباب لسوق وتأهلهم لسوق العمل، زي الموبايل ابلكيشن والتسويق الالكتروني وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة التبريد والتكييف وصيانة المحمول. طبعا احنا ما بنشتغلش على الخياطة والتفصيل او التطريز بس، لا احنا كمان بنشتغل ان شاء الله على الجلود والتنجيد والستاير، هيبقى في عندنا مجموعات متخرجة بتشتغل على نفس المجال، وده بيساعد في تأهيل فرص العمل. يمكن أهم التحديات اللي بنواجهها هو التسويق، ولكن احنا بنحاول نتغلب عليه بعدة طرق وبعدة شراكات، وبنتمنى الفترة الجاية أنه فعلا يبقى في المنتج موجود على في السوق المحلي والسوق الدولي بإذن الله، وبنحاول بأكثر من طريقة. احنا اصلا المعرض موجود النهارده هدفه ان احنا نعمل احياء للتراث السيناوي، ونبين ثقافتنا وثقافه شمال سيناء، ونوضح ان الموضوع مش موضوع بس ارهاب بيحصل في سيناء، لا احنا ممكن كمان احنا نحارب الارهاب باشكال كتير قوي، بالتنميه، باحياء التراث القديم، نوضح ثقافه شمال سيناء، فده شيء مهم قوي. هو صراحه من قبل الثوره احنا كنا بنعمل المعروضات، معظمها كانت معروضات بره، دي كانت من خلال علاقات بالسفارة، فكنا بنعملها في السفارة نفسها لمدة أسبوع، وهم بنظمها، يعني السفارة بتنظمها مع المدعوين اللي هناك. بنقدم كمان مش بس المعروضات، احنا بنقدم كمان الأكلات السيناوية، لكن بعد الثورة صراحة وقف التسويق برا، وما قدرناش دلوقتي، السفارات برا ما فيش برضو الاتصال بيهم، أو ما بقاش عندهم الاستعداد إن هم يعملوا ده. فإحنا اللي بنطلبه فعلا من التعاون الدولي، وزارة التعاون الدولي، إنه هي تيسر لنا ده، لأن المعروضات يعملوا الأول، يفرزوا يفلتروا المعروضات ويشوفوا الحاجات اللي فعلا تصلح، اللي بتمثل مصر، اللي نقدر نقول عليها الخامات النظيفة، الكواليتي اللي يبقى إزاي فعلا بيمثلنا بره، ومن خلالهم هم يقدروا يعملوا المعروضات بره، لان احنا ما نقدرش كجمعيه ان احنا نتحمل المسؤوليه دي. انت بقى بتقولي ربنا يحميها، ربنا يحميها، دوله بلدنا، دولتنا، دوله مصر، ربنا يحميها يا رب من اللي يعاديها يا رب.